من المتوقع أن ينمو حجم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في قارة إفريقيا بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة بسبب الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة في القارة. قامت العديد من الحكومات في إفريقيا بتشجيع هذه الاستثمارات من خلال القوانين تقليل الضرائب والوقت اللازم للحصول على تراخيص العمل، كما فعلت الحكومة الجزائرية في سنة 2020. في سنة 2020 توقعت غرفة الطاقة الإفريقية في تقريرها السنوي أن الغاز الطبيعي في إفريقيا سيوفر أكثر من 20% من احتياجات العالمية بحلول سنة 2025. الغاز الطبيعي هو أنظف الهيدروكربونات احتراقا، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي عليه بأكثر من نصف بحلول سنة 2040 وفقا لوكالة الطاقة الدولية. مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. في هذا الفيديو سنقوم بترتيب أكثر 10 دول إنتاجا للغاز الطبيعي في قارة إفريقيا لسنة 2022، ولكن قبل بداية الفيديو اضغط على زر الإعجاب لنستمر على تقديم المزيد، واشترك في القناة لتتواصل بكل جديدنا، وشكرا جزيلا لكم. في المركز العاشر، جمهورية الكونغو بحجم إنتاج 500 مليون متر مربع. بلغ إنتاج الكونغو من الغاز الطبيعي 415 مليون متر مكعب عام 2021 مقارنة ب 405 ملايين متر مكعب في عام 2020، ارتفاعا من 10 ملايين متر مكعب فقط عام 1970. ويبلغ الطلب على الغاز في البلاد 415 مليون متر مكعب بنهاية 2021، ما يعني أن الدولة في الغالب لا تصدر أو تستورد الغاز الطبيعي. تاسعا، جنوب أفريقيا بحجم إنتاج 1.1 مليار متر مكعب. بلغت احتياطات الغاز الطبيعي في إفريقيا 190 تريليون متر مكعب خلال عام 2021، وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستارد إنرجي أن يبلغ إنتاج الغاز في إفريقيا ذروته عند 470 مليار متر مكعب بحلول أواخر عام 2030، أي ما يعادل 75% من الكمية المتوقعة لإمدادات روسيا هذا العام. ثامنا، تونس بحجم إنتاج 1.5 مليار متر مكعب. يعتبر حقل ماسكار من أهم حقول إنتاج الغاز في تونس، حيث يمثل إنتاجه 25% من الإنتاج الوطني للغاز و40% من الاستهلاك المحلي، ويقدر مجموع الاحتياط المؤكد في حقل ماسكار ب 1.5 تريليون متر مكعب، ويقدر إنتاجه اليومي ب 200 مليون متر مكعب. وسجلت تونس تراجعا في مساهمة الإنتاج الوطني في حاجية البلاد من الغاز الطبيعي من 43 إلى 40% بين شهر مايو 2021 والشهر ذاته من عام 2022، فيما ارتفعت نسبة الحاجة إلى الغاز الجزائري من 39 إلى 45% خلال الفترة ذاتها وفق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. سابعا، ساحل العاج بحجم إنتاج 2 مليار متر مكعب. أعلنت اكتشافا كبيرا للنفط والغاز سنة 2021، وحفرت البئر بالين 1X على بعد نحو 60 كيلومتر من الساحل على عمق نحو 1200 متر باستخدام سفينة الحفر صايب 10,000. ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من الإنتاج في الربع الثاني من عام 2023 بإنتاج يومي يبلغ 5 مليون متر مكعب من الغاز، ومن المتوقع أن تصل إلى الإنتاج الكامل في سنة 2026. سادسا، موزمبيق بحجم إنتاج 5.06 مليار متر مكعب. قال رئيس موزمبيق يوسي في تصريح له أن بلاده دخلت سجلات تاريخ العالم مع مغادرة أول شحنة غاز يتم إنتاجها في محطة كورال سول البحرية التي تديرها شركة إيني الإيطالية بالمياه الإقليمية. وأفاد يوسي بأن سفينة الشحن غادرت مياه موزمبيق متجهة إلى الأسواق الدولية، وعقدت الموزمبيق أملا كبيرا على رواسب الغاز الطبيعي الكبيرة لديها والتي تعد الأكبر التي عثر عليها في التاريخ جنوب الصحراء الكبرى، والتي اكتشفت من منطقة كابو ديلغادو عام 2010. ويمكن أن تتحول الموزمبيق إلى واحدة من أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم، ولكن المنطقة تعاني من تمرد يشنه مسلحون، وهو ما يثير شكوك حيال إمكانية استغلال مواقع التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال. خامسا، غينيا الاستوائية بحجم إنتاج 7.04 مليار متر مكعب. تعد غينيا الاستوائية مصدرا صافيا للغاز الطبيعي، وتمتلك 39 مليار متر مكعب من الاحتياطات المؤكدة بنهاية عام 2021 حسب التقرير أوبيك السنوي،
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية 7.04 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2022 مقارنة مع 30 مليون متر مكعب فقط في عام 2000، بينما بلغ الطلب على الغاز في الدول الإفريقية نحو 2.19 تريليون متر مكعب عام 2021 بارتفاع 17% على أساس سنوي. وصدرت غينيا الاستوائية نحو 4.69 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021 بزيادة 16.6% على أساس سنوي، مع واقع أن غالبية الصادرات كانت على أية غاز طبيعي مسال التي بدأت البلاد في تصديره عام 2007. رابعا، ليبيا بحجم إنتاج 12.4 مليار متر مكعب. بلغ إنتاج ليبيا من الغاز في سنة 2021 نحو 12.4 مليار متر مكعب بزيادة طفيفة عن 2020 عندما تم تسجيل 12.1 مليار متر مكعب، وهو العام الذي شهد وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب بعد الهجوم الذي شنته قوة الشرق ضد حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس في عام 2019. ولا يمكن الخروج برقم ثابت للإنتاج وتصدير الغاز الليبي بالنظر إلى اضطرابات الإنتاج بسبب عملية الوقف المتكررة لحقول النفط والغاز، مؤثرة سلبا حتى على تزويد مصانع إنتاج الكهرباء بالغاز. ثالثا، نيجيريا بحجم إنتاج 50 مليار متر مكعب. تتمتع نيجيريا بأكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في إفريقيا، لكنها لا تزال متخلفة عن الجزائر ومصر في حجم الإنتاج. تنتج نيجيريا في السنة ما يقرب من 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ولا تصدر منه سوى 24 مليار متر مكعب إلى الخارج. استثمرت نيجيريا في السنوات الأخيرة مبالغ ضخمة في قطاع الغاز، تأمل من خلال إلى رفع صافي صادراتها إلى حوالي 44 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. في المركز الثاني، مصر بحجم إنتاج 69 مليار متر مكعب. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا يرصد الطفرة الغير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي للبلاد، حيث سجل معدل نمو قطاع غاز 4% بشكل مبدئي خلال العام المالي 2021-2022 مقابل تراجع بمعدل 11% عام 2015-2016. وقال البيان أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر قد ارتفع بنسبة 66.3% ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022 مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015-2016. وجاء في التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز 13 عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقيا عام 2021 وفقا لبريتش بتروليوم. أخيرا، في المركز الأول، الجزائر بحجم إنتاج 84 مليار متر مكعب. الجزائر هي سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم والأول في إفريقيا وكذلك الأولى من حيث الإنتاج في القارة والحادية عشرة في العالم. تنتج الجزائر حوالي 83 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، بينما تبلغ صادراتها 43 مليار متر مكعب. احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي يبلغ 4.5 تريليون متر مكعب، وبالرغم من ضخامة هذا الاحتياط إلا أن أكثر من نصف مساحة البلاد لا تزال غير مستكشفة. هذا يعني أن احتياطات الجزائر من الممكن أن تكون أكبر مما هو معروف اليوم بكثير، وهو ما تعمل عليه الحكومة الجزائرية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب والاستكشاف. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا على المشاهدة.